مشروع قومي جديد تطلقه الحكومة يختص بشريحة عريضة من المجتمع وهم الشباب، حيث أطلق رئيس الوزراء المشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية والبشرية مشروعك للحد من البطالة والنهوض بالاقتصاد المصري. وإحنا جايين النهاردة بمشروع الحقيقة وزير التنمية المحلية كان مقدمه، ومع البنوك مع المحافظين ومع الجامعات، وإن شاء الله يبقى ده محور من المشروع من المحاور اللي احنا بنتكلم عليها للمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. ده ضمن مشروع من المشروعات. احنا عندنا هذا المشروع، عندنا مشروع ايادي، وعندنا ايضا مشروعات في التنميه الصناعيه في وزاره الصناعات الصغيره والمتوسطه، وعندنا في الصندوق الاجتماعي كم من المشروعات، بحيث انها كلها في اتجاه واحد اللي هو القضاء على ظاهرة البطالة وفتح فرص للشباب. طبعا درسنا ازاي هيتم التمويل وازاي نسهل على الشباب، ومش هنقتصر على الشباب بس، اي حد عاوز قرض هياخده. ليه؟ لان هنا هنقول ان هنبدا فعلا ان احنا نحرك المجتمع ككل، وهنا تبدا التنميه. التنميه عمرها ابدا ما هتبدا ان احنا، طبعا الدوله بترصف وبتعمل كل قطاعات الخدمات، لكن ازاي ان انا بفعل المجتمع، وازاي ان انا اشغل الشباب. وهنا تجربه سابقه في هنا حضراتكم عارفينها سنه 2002 و2003، وكان في تمويل ذاتي وتعمل بقى مشروعات ونجحت ازاي. فاحنا طبعا البنوك هتبدا من بكره هتشتغل في مجالس المدن. الشباك الواحد هو كلمة السر في هذا المشروع، والذي يهدف لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة وتسيير إجراءات المشروعات الصغيرة لتشغيل الشباب. إحنا عاوزين نوصل رسالة إيجابية لشبابنا، حاسين إنهم عاوزين، كل شاب النهارده في مصر عاوز يعمل حاجة مش عارف يعمل إيه، طب إحنا بنفتح له نافذة وبنقول له كل مؤسسات مصر بتتكاتف لكي تقدم لك فرصة عشان تساهم في بناء وطنك وتساهم في بناء نفسك. 11 محافظة و4 بنوك و5 مليارات جنيه هي مقومات المشروع، والذي تنوعت فيه المشاريع إلى مشروعات قائمة بالفعل تحتاج إلى تمويل، ومشروعات نمطية طبقا لطبيعة كل محافظة، ومشروعات من بنك الأفكار والذي يتولاها بنك التنمية والائتمان الزراعي وخاصة الزراعيات منها. عندنا التمويل موجود، قائمة المشروعات في موجودة، وحتى المشروعات اللي لدى الشباب أو لديهم أي مشروعات بدراسات احنا مستعدين ان احنا نبص فيها معاهم، ومستعدين ان احنا نساعدهم حتى في الدراسة لو كانوا عاوزين ان احنا نساعدهم فيها. الخدمة هتكون من خلال شباك واحد. الموافقة على التمويل هتكون لها توقيتات زمنية سريعة جدا. ولم تقتصر المشروعات على المؤتمر فقط، بل قام رئيس مجلس الوزراء بافتتاح المقرات المخصصة له بمحافظة قنا، وطالب المحافظين بتسيير إجراءات الشباب المنتفعين من المشروع.